كل المايدة شارع رقمة في العدد عشرة واحد سيدة. والله حان الموعد جهز كل المايدة شارع رقمة في العدد عشرة واحد سيدة. يا هلا والله تبع درع محل يعني مو يا هلا والله يا ابو صالح يا مرحبا يا هلا والله يا ابو صالح يا مرحبا يا مرحبا ابو صالح يا ابها ايه العظمه دي كلها الله ابو صالح يا ابها ايه العظمه دي كلها طبعا ابو صالح قني عن التعريف احنا ما نبي ابو صالح ايش قني عن التعريف ايش قني 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 هو ثاني خلصين منه ثاني يعني طبعا احنا شباب سوالف البدائيه متى ولدت متى بديت متى طيب يلا عطى سؤال اول شيء قبل لا نبدا بس في نقطه يعني بوجود ابو صالح لا يحلو الا بان يكون الجمهور شريكنا صراحه صحيح الجمهور لهم منا هديتين كذا يا سلام يا حبيبي اجل ابو صالح تبارك على وجودي يعني طبعا الله يجمل حالك اللي يشارك معنا في الهاشتاج اللي يشارك معنا في الهاشتاج اول شيء سيكون هناك سحب على 500 ريال الله وفي زياده أوف. ساعه فخمه قد تكون مرصعه بالالماس من كارديال الله 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 نعم وش ذا دلع ليش اليوم؟ قد تكون ليش ما تكون والله انا قد تكون هذه من راسي انا اشتهيت هي تكون والله ايه ولا يهمك يعني ساعه تكون وجود ابو صالح يعني يخلي الجميع يستاهل الخير كله والله يا اخي دام اني قني عن التعريف يلا حي ابو صالح الله يحييك وحي ابو سند ابو سند طبعا يا اخي خلي الاضواء علي يا اخي بالعاده انا ليله ما هي ضاره انا ما اجي الا خميس جمعه ايه الأسبوع الماضي رحبوا بي داشرها جل السوق عقب أسبوع كامل يا مرحبا أبو صالح هيا الله أبو صالح أبو صالح رمضانك وين هنا ولا والله بحايل بحايل بس أني أجي يعني أروح يعني بين حايل الرياض جدة وش الفروقات عطني أبرز الفروقات اللي أنت الوقت حسبة الوقت إيش غيلات أبو صالح الوقت الفروقات الوقت لا لا يعني فروقات في الأجواء الرمضانية هل في اختلاف كبير والله شوف بالنسبة أول شيء للأجواء بحايل إيه؟ إحنا لا الحين شتاء شتاء إيه والله يعني واشنطن إيه ها واشنطن إيه وأمطار ما شاء الله ما شاء الله إلى الحين مطر إيه والله مطر قبل أمس مطر إيه والله مطر 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 قبل أمس أسلم قبل أمس جتنا مطرة ما جتنا بأيام الأمطار ما شاء الله إيه والله فالأيام هذه أهل حايل أكثر أهل حايل طلعت فطوراتهم بالبر ما شاء الله تبارك الله يا زينها أنا شفت مقطع الواحد من حايل وهم يفطرون جاهم السيل وضف فطور صحيح صحيح لا بس هم فاطرين عمداً ليه فاطرين عمداً؟ فاطرين عمداً ذنب يعني جاهز لا عمداً مش عليهم السيل فأجواءنا هناك برمضان صراحة ما شاء الله إيه تفرق شوي أبو صالح بس بسألك سؤال شوي خاص إيه الوقت بين الرياض هل فارق معك الوقت ايه التوقيت حق ايه على ذان في وقت الاذان في فرق في فرق يا ربي يعني جاي رجال محاش تسال هذا السؤال الحين عندي سؤال ابو رزيق يهمه اسئله الزمان دائما الزمان والوقت لان هو سوى موضوع عن حلقه كامله عن الزمان وطبعا يقول لك لحظه مسوي حلقه عن الزمان صادق ابو رزيق شفت دقر على الزمان والله متطور يا برزيق ما انت على خبر يا رجال شلون المشكله بالبدايه يقول لا تسالون حامد عن متى بدا وكم عمره ما ادري شو سائل سؤال الاسئله التقليديه لا الوقت هذا مو تقليد انا اسال عن الوقت متى يعني معلي يعني يمكن هم يفطرون في حايل 5:30 يا اخي كل القنوات تنزل اوقاتها طيب انا بس الساعه تفرق بنستثمر ابو صالح الوقت معنا ضيق تفضل ابو صالح طبعا انت تغير التوجه كنت من اول في الدراما وتحولت لسناب ايه جميل جميل فكنا الله ايه وش اللي تغير عند ابو صالح بعد ما ترك الدراما وتوجه للسناب ثم في سؤال ايه هل من العوده للدراما والله شفت تبي الصد السناب كله دراما تصريح قوي اي نعم السناب كله دراما يعني اللي فيه اغلب الاشياء مفتعله اي طبعا يعني كل اللي نشوفه في التواصل الاجتماعي تمثيل كله يعني عشان ما ابالغ غالب ولكن يعني. انا اقول مثلا نسبه 80-90% تمثيل كله دراما يعني لا من ناحيه يعني حتى
بعض الخلافات اللي تصير بين المشهور فلان والمشهور فلان دراما متفقين اي طبعا ترى ابو صالح فانا ما 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 بعدت يعني ترى انا ما اشوف اني ابعدت ابو صالح انت واضح انك ارتحت في الجلسه ماخذ راحتك يعني ترى هذه بتحسب التصاريح كلها يعني بكره تلقى المانشيتات لا لا هو يدورهن هو لا لا ينبسط هو على الاداره طيب ابو صالح هل من عوده للدراما الحياه كلها دراما يعني. الله اكبر طيب هل من عوده للدراما ابو صالح والزمان استنست انا بستثمر سؤال ابو سند هذا حق الدراما ابو صالح من عوده للدراما بس اسمح لي ابو صالح بوسع السؤال شوي انت الان يعني عرفناك طبعا المسرح سابقا لكن هذا جيلنا الشيبان احنا لكن ثم الشاشات الان سناب العوده للشاشه او ما تهفك نفسك شوي على الشاشه تقول شوف الشاشه كلها دراما والله زين جذبتني يا ولد والله حلوه صدق شلون طلعت مني صدق هلا ابو صالح يعني والله احن احن كثير يعني حتى كلماتك ابو صالح كلماتك صراحه دراما دراما لا بس نبي نعرف يعني ابو صالح لو وضع امامك عقد بمبلغ وقدره لشاشه ما من اي شاشات هل ممكن تتخلى عن جزء من السناب لاجل هذه الشاشه؟ لا ما تخلى عن السناب لا لا السناب الان هو جزء اساسي يعني الان جزء من حياتي عرفت؟ ولقيت بو اشياء ما القاه بالشاشه ليش؟ ليش؟ نحس انه هو اللي مانعك من الشاشه لا لا بالعكس انا عندي مسلسل وش اللي مانعك؟ تبع التلفزيون السعودي عندي مسلسل ما شاء الله بيصورونه بعد بدا التصوير الحين يعني ما عرض الا الان لا 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 ما انتهوا من التصوير توهم بادين جميل عرض علي مسلسل مشهور ورفضت يعني تكلمت عنه بسنابي عارضين علي دور زين قالوا التصوير بكره قلت ما يخاف انا بحايل ارسلوا لي النص جاني النص الا صفحه ثلاث حوارات وين هو في التصوير؟ في الرياض بالرياض اي واضح إيه. واضح المسلسل قلت حبيبي انا بحايل وبجي عشان ثلاث حوارات هذه تعطونا كومبارس والكومبارس واجد يعني انت مدقين علي لاني انا كومبارس ولا لاني انا مثلا زين بالتمثيل يمكن ضيف شرف وانا انا سبق اني طلعت معهم قبل فقالوا لي لا احنا متصلين عليك ضيف شرف اي ونبيك قلت هذه اي واحد بالرياض اي اقرب شارع قلت تعال نبيك تقولها ثلاث جمل ما يحتاج تدقون علي واضح والاجر والاجر 1000 ريال الله والله العظيم حق بنزين السياره لحظه انا الحين ابجي طياره هنا ولا سياره ولا قطار زين على جري على جري ما اقدر ولا سنجي اوفر لكن طياره ولا قطار بس ابو صالح راح فايده ابو صالح احنا اللي بس ما قصروا نسمع ان المسلسل ده عنده بجت ما شاء الله عالي بس ما قصروا يوم دريوني من حائل قالوا خلاص 2000 اوه ما شاء الله والله يستاهلون تحيه مسلسل جبار صراحه اي والله 2000 والله قالوا 2000 والله صراحه كثير خير والله احرجتوني والله احرجتوني ولا اقدر اقول لا لكن الخلق تدري ليش زودوا المبلغ 2000 اجي ايش عليه يعني انا بس أفهم ليش كلمتوني اذا انا والله الاسم اللي مثلا يهمكم انه يشارك حطوني حقي صحيح. بالدور وبالاجر المال لا بس صحيح. بس دقيقه اما اني اجي طال عمرك على 1000 ريال بو بو صالح طبعا بس بعطي نقطه معينه التصوير كان في الرياض وليس في القصيم إيه عشان ما يروح بال الناس لاماكن اخرى معروف تمام معروف المسلسل لا المسلسل ما هو تبع المجلس لا مو تبع المجلس مسلسل بس ابو رزاق عنده تعقيب والله مهم ابو صالح دقيقه بس تفضل اي والله ما اتكلم بعدي اسلم انت بديت في سناب يمكن قعدت سنتين طبيعي ما في يعني طبيعي بعد سنتين ضربت بسناب وش اللي حصل؟ شوف انا سنابي كان اسن بيوم واقعد لي شهر شهرين ما اطلع ماني معطيه ما دريت ان عندي متابعين انا اي والله وتقابل مع واحد الله يذكره بالخير من اهل الزلفي خير عليك من بدايتي هو الزلفي خير علي واحبهم اغليها قال لي ليش ما وثقت سنابي؟ قلت والله ما ادري شلون اوثق قال يا اخي انت لك سي في وعندك تويتر موثق واليوتيوب موثق خلنا نرفع لك قلت ما يخالف شاف سنابي قال عندك متابعين واجد والله هو يرفع لي وثلاث ايام ويجيني التوثيق ثلاث ايام ما شاء الله اي والله يوم عجاني التوثيق لازم اشتغل ما هي مثل اول طيب فبديت بيومياتي انا والجروب انا وعيد وخميس والشباب مع جروب شقتك وحورنيات
اشتغلنا فترة وكنا فترة الصيف. يوم جت الدوامات كلنا راح الدوامة. جلست لحالي أنا. زين. فقلت أبي لي فكرة أبي أبدأ به بس أبي شيء مغاير، ما أبي يومياتي ورحت وجيت وما. فقعدت أسترجع وأتذكر إنه أيام حورنيات كنا حنا نشوف قضايا بالمجتمع ونطقطق على هالقضايا هذه. أيه. عرفت؟ أيوة. وتابعت كم برنامج باليوتيوب. على نفس الخط. على نفس الخط. يعني البرامج الساخنة. النقد الساخن. حلو. اللي ما يمس الشخص على المحتوى. أيوة. يا سلام. فجبت فقرة نقد فتل. طبعا المسمى بالشعر هو فتل ونقد. بس أنا قلبت عشان تصير لي يعني. طيب أبو صالح تسمح لي بالسبحة؟ اسم. سبحة ما شاء الله توت. والخاتم الأحمر. إيه؟ والنظارة الزرقاء. والخاتم الأحمر يماني. والله وسكتشرز وكذا. يعني إحنا سمعنا يعني أو نبغى منك. تجار. أو نبغى تصريح منك. تجار. كم مليون من إعلانات سناب الآن في حسابك؟ هذا سؤال لعبد الله الخير. على الألوان ها. هات أنا ما عاد حتى له سبحة مني. سم. وش السؤال؟ كم مليون من الإعلانات سناب على حسابك؟ اللي دخل بحسابي؟ تقريبا. إلى الآن طبعا ما هو رقم حقيقي ما تقدر تجوده يعني، يعني لكن يعني حول 70 مليون ريال. الله أكبر. ما شاء الله. 70 مليون. 70 مليون ريال يمني. آه لا يا أبو صالح. طيب يعني لا والله لا لا هذه لها يعني طبعا لها ضريبة أكيد الإعلان مليون. طيب لكن نبي شو سنابه اللي ضربت. لحظة لحظة تبون جوا سناب. إيه الحين أعطيك عد السؤال. أسلم. إيه عد السؤال. عطنا سناب. تبون أجاوبك جوا سناب ولا جاوبك بصد. لا بس جوا سنابي. أبو صالح كم مليون حصلت عليها من مداخيل إعلانات سناب؟ وش يقول ما شاء الله؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني تقريبا من 80 الى 120 مليون. ما شاء الله ما شاء الله والله يبارك لك. وبدون ضرائب. بدون ضرائب. ما شاء الله هذا صافي ربح. صافي. طبعا ابو صالح يقولون انك بديت من الصفر انت. نعم. بديت من الصفر. بديت من الصفر ولا زلت بالصفر؟ ما زال بالصفر. انت بتجاوب سناب. اي جاوب سناب. اي نعم. انت طبعا بديت من الصفر ما معك ولا ريال. كيف 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 وصلت المرحله هذه؟ صفر على صفر على صفر على صفر. صار عندي 6 اصفار. صار صفر صار صفر صار صفر. ما تفكر ابو صالح تغير اسم ولدك صالح؟ سميته غيرته. ايش سميته؟ لؤي. لؤي حلو. لؤي حلو من اللولو. في سؤال حيرني ابو صالح. سؤال يعني حير العلماء ومحيرا انا ومحيرة اتوقع الشباب. يعني الان من خلال تجربتك في التلفزيون والشاشه والدراما وغيرها والان تجربه يعني في منصات التواصل والسوشيال ميديا، فابغى اعرف وش الفروقات اللي صارت في الحياه هذه في الحياه هذه. يعني اكيد في السوشيال ميديا انت صانع المحتوى، انت المصور، انت اللي تتكلم، انت الكل في الكل. نعم. بينما الدراما في واحد يعطيك نص. أيه. انت تتكلم مخرج، فابغى اعرف ايش الفروقات اللي صارت. شوف الـ وسائل التواصل اقل جهد. زين. حلو. ما هو عفوا الجهد تتعب لكن الوقت انت اللي تتحكم بوقتك. يعني ما يروح وقتك تسافر لك شهر شهرين طال عمرك وترجع. ها لا بيتك ومحتواك انت اللي تضبطه واكثر ربحيه. ايوه اكثر انتشارا واكثر طبعا انتشار ما في شك. جميل. الانتشار يعني انا بقول لكم تجربه يعني الان في ناس يشوفوني مثلا بمحل عام ولا بسوق ما يعرفون حورنيات ولا يعرفون مقناص ولا شقتك ونقض فتل. نقض فتل بس. صح. طيب ابو صالح انا عندي تسمح لي بس اسلام. انا عندي الماحه قبل السؤال. في شارع عشرة كان ابو صالح مهما يسوي من الاشياء اللي ما تعجب الجمهور ما حد ينتقده، انا كنت المعد. في حين ان اي واحد من الشباب اللي مع ابو صالح لو سوى ربع اللي سواه ابو صالح تلقى الناس يشبون عليه. تعرفون الجمهور لهم ضوابط معينه خاصه جمهور المجد. ابو صالح يحبونه جمهور المجد وانا احبها. لا فعلا ترى. أيوة. ترى فعلا لاحظتها بشكل كبير. ابو صالح يسوي شغلات انا اقول الحين بطلع بلقى الهاشتاج كلهم شابين ورا يسوي كذا ورا ما ادري ايش وضوابط القناه وانت عارف صحيح اسطوانه هذه. ما كانوا يقولون شيء. يحبونه جمهور المجد. تدري ليش اشعر؟ تدري ليش؟
يقول خبل من خلقته هذا. شوف انت ما انت يعني ابو زيد ما من بعايد. لكن سؤالي انا رغم هذه المحبه من جمهور المجد لكن في عتب من جمهور المجد عندك بعض التصريحات على القناه شوي ايه يعني بعض الجمهور يحس انك انت قاعد تقسو على القناه. شوف ابى اقول لك شيء جمهور الماجد جمهور مخلص ومحب. ما شفت جمهور يحب وينتمي لقناته مثل جمهور المجد نهائيا فيه ولاء عجيب. ما يرضون انه احد يتكلم لو الحق معك صح. لا تقول شيء للمجد. هذه ترى ما هي موجودة بأي قناة. صحيح. الجمهور القنوات الثانية ولا أهل البرنامج ولا أهل نجم لشخص شخص موجود بالقناة طلع خلاص اسحبوا على ام القناة. قناة المجد يحب القناة للقناة. يجي صالح يروح يجي حامد يروح يجي فلان يا سلام عرفت. لذلك تكاثر مني الشيء اللي قلته. أنا عندي فقرة بس أنا اسمها البساط أحمدي. جميل. وأقول أعطوني أسئلتكم وأنا أجاوب. فجاني سؤال عن ليش مالك مشاركات درامية بقناة المجد. يا سلام. جاوبت بالشيء اللي أنا اللي في خاطرك بخاطري قلت والله كذا وكذا أقول ولا كذا وكذا كذا وكذا حنا البساط أحمدي قلت أنه المشكلة أنه لما أروح مثلا قناة المجد يعني عرضوا علي ما قصروا بيض الله وجيهم أكثر من عمل لكن لما أروح وتفرق هناك شهر ولا أسبوعين وبترك شغلي وبترك أهلي والمبلغ ما يسوى صعب أني أروح. صح. يعني معلش أنا ما أشتغل خيري للناس. أنا رزقي على الله ثم على هالأشغال هذه. جميل. تمام. فعرضوا علي كم عمل كان العرض المادي ضعيف. اي زين هذه خلت الجمهور يزعل. يزعل لو هو جمهور قناة ثانية ما يزعلون طبعا. طبعا انا معليش بس تنبيه ضعيف بالنسبة لك يا ابو صالح ممكن يعني يكون. اي طبعا انا اتكلم عن نفسي انا. اي لا انا ما اتكلم عن ما شاء الله يعني انا ما اتكلم عن الفنانين الثانيين بالاصفار يعني ممكن يكون. لا انا ما اتكلم انا كنت اتكلم عن نفسي يعني. ايوه انا كنت انه اقول شوف الاجر اللي انا رغم انه انا واخر برنامج هذا محمد موجود يوم قال لي للمجد قلت اجي على طول لقاء ما امنع ولا اقول اي موانع ولا اشترط ولا حتى السكن يعطوني لا اطلب سكن لا اطلب تذاكر البرامج الاستضافات اللي نعم. لكن في ميزانيه للعمل انا اشوف والله حقي المبلغ الفلاني. يا سلام. جميل. ما هو اني شايف نفسي بس اني انا اشوف ان هذا حقي ابسط حقوق. عاد قلت الكلام هذا قلت عاد القناه من حقهم يرفضون ولا يعني انه هو عرض وطلب. اي عرض وطلب. يا سلام. اي لكن هالكلام اللي اقوله انا ترى ما يعني اني انا ما ابي المجد ولا ضد المجد ولا لانه ترى يمكن انتم بعد بالكواليس يمكن احيانا يعرضون على نجم بالمجد على عليه برنامج يرفض. صحيح. بس انه ما يتكلم انا صحيح. تكلمت بس هذه تصير صحيح. صالح طيب خلينا نطلع من لكن انا اقبل من جمهور المجد اي شيء لانهم يعني انا وياهم عشره عمر يعني أي يعني من بدا حورنيات كان مع تزامن مع المجد. صح. جميل. وبدينا سوا يعني. طيب ابو صالح وش السنابه اللي ضربت عندك تحس من سناباتك يعني؟ والله ما هي واحدة واجد أي نقض وفتل الفقرة هذه نقض وفتل تضرب. أنا تفاجأت أنك في واحد تناقشت وياه تهوشته ها رد عليك ورديت عليه بعدين اجتمعته في رحلة وصرت عادي ضحك وسواليف كأن ما بينكم شيء. صح. شوف الأمور اللي تصير داخل السناب أو داخل أي وسيلة إعلامية أنا عن نفسي ما أربطها بالعلاقة الثانية يعني علاقتي مع مشاهير سناب زين حلو علاقة إعلامية لكن علاقتي معهم برا سناب ما فيها أي مشاكل ولا بالعكس وتلاقيت أنا وياهم بالمالديف أكثر من واحد. وين؟ بالمالديف. الله. طبعا مالديف برزيق مالديف اللي قدامك يا المالديف هذه كلمة يعني نقول له 2024 شكرا للمالديف اللي صارت صراحة جاب وصالح فيها. انت رحت المالديف؟ المالديف انا رحت بس حق وين مكانه؟ خارج. وين مكانه؟ خارج يقول ابو زيقة انت مشكلتك تدري مشكلتك انت ما تفهم ان المالديف كلها دراما. اخ
تواجهت معهم انا تواجهت وكلهم متقبلين وانا متقبل حتى جاني عبد المجيد وش اسمه الله يذكره بالخير والهبدان يصوروني من المدينه يقولون شلون يواجه الناس اللي يتهاوش معهم هي لا حتى المشاهير اللي انا انقد محتواهم والله متقبلين ترى طيب بس الكلام ما يتحسسون يعني مثلا ما عليه الان خلنا نقول ان اللي يحدث في السناب دراما ايه؟ وجيت انا صورت وقلت ابو زينب في ما في طق 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 وانا عارف ان الخواطر صار ايه؟ ممكن ابو زينب يتحسس من كلام الناس شوف هذا وشلون في ناس يتكلم في ناس زعلوا وفي ناس قدموا شكاوى يا شكاوى يعني بالقريب ولا قبل ما فيه يا ابو صالح انا عندي سؤال اسمحوا بس انه بس يعني اعلاميا نظاميا اللي انا قاعد اسوي ما في مخالفه ابدا ابدا ابو صالح عندي سؤال لك يعني هل في ناس تجيك تقول لك انتقدنا عشان يصير يعني اسمني يا صارت اكثر من ناس الان يقول لك والله سوي الشيء هذا عشان يصير لك جدل ويصير لك والله صارت والله العظيم شوف احنا بالمضان ولا اني مضطر اني حالتي والله صارت والله كلمني كم واحد يرسلوا لي المحتويات يقولون خذ راحتك اجلد في ناس تعذرت منهم لان ما فيه مبرر لانتقادك اي واحد ارسل لي جلدت ابوه اللي جابه هو وده لا والمحتوى حقه قوي صح حلو اي هو تكلم كلام قوي مغري 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 وانا شايف ان المحتوى حقه نويته والله نويته بس قلتها بمخمخ على هو اللي عاد هو اللي بنفسه ما ادري اليوم ارسل لي قال صالح كان يصلح لك المحتوى قلت ابي طيب ابو صالح وانا ناوي اصل خلقه من اول في كثير برامج الحين مثلا بسناب او سواء بالقنوات حقت سناب نفس المود مثلا اثاره جدل نقد وفتل الامور هذه وش الشيء اللي يميز ابو صالح اللي راهن عليه يقول انا عندي الشيء هذا يبي يخلين استمر يعني في بعضهم تقول هذا نسخه هذا ايه لا بس ابو صالح متفرد نوعا ما وش السبب اول شيء انا اول شيء طبعا توفيق الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء الشيء الثاني انا طالع باسلوب شعبي ايه لا استوديو ولا مايك ولا عرض علي جتنا كم شركه قالوا نبي نقد وفتل برعايتنا المايك جنبه كوب عليه شعارنا وراء خلفيه شعارنا قلت له انا احيانا بشعيب احيانا بسيارتي مره كنت في مباراه بالاستاد الرياضي عند ربحايل مباراه الجبلين ومدري من انا على الجبلاوي وانا تابع الا في واحد من المشاهير جايب العيد وانا اطلع المواقف ما في والله العظيم اقسم بالله بس وقت لا والله لا بنص الشوط الاول راعي ما يمدي باقي الحين نص الشوط الاول والشوط الثاني طيب ارتجال كذا الانتقاد ارتجال وانا اطلع طال عمرك للمواقف والشماغ ورا حاطه الشمقه البنيه هذه طقه طال عمرك وابدا فانا اسلوبي شعبي احيانا استخدم الدراما تعبير الوجه الرياكشنات وكذا رجعنا للدراما طيب هل هذه ابو صالح هل هذه هل هي جابت المتابعين نقد وفتل هي جابت اي طبعا طبعا أنا سنابي قبل نقد وفتل وبعد نقد وفتل تغير كم العدد الحين ما اقدر افصل ابو صالح نيتك بعد ها النيه نيتك ابو زين نيتك سليمه طيبه يا حبيبي اي نيتك سليمه وطلع النقد وفتل صح بس انا في شيء انت ادري ابو صالح يعني في شيء مهم ابو صالح انت ما شاء الله عليك يعني هذا النقد وفتل جاء عليك لان انت اصلا في الطبيعه لسب وملاسب مع صحيح انا عارفك ابو صالح يعني جات عليك مره شخصيته يعني حاطه بس بس انا ما اغلط على شوف هذه ترى يعني يمكن في غيري يجيب العيد ويغلط انا ما غلط على الشخص على نفس الشخص لا يمكن اني غلط على شخص لكن كمحتوى انت طقطق على محتواي وانا اتكلم على محتواك ما هو قانونيا ابو صالح لا ما في محتوى يا ابو صالح اللي بيعرف الفرق هو طقطق على نفسه ابو صالح هذا كذا هو طقطق على نفسه جلدت على نفسي شفتني نفسك فاضي لا والله تابعت لقاء لي قديم بحد القنوات يا مر قاعد افتي وحلل وحرم واسولف بالامور قلت انا هذا ما يترك هذا واستلمت نفسي استلمت نفسي قانونيا ابو طيب. صالح شوف اللي بيفهم قانونيا الموضوع يدخل لليوتيوب ويتابع ويكتب الفرق بين النقد والتشهير جميل واللي متكلمين محامين جميل نعم لا طيب عطني خلاص انا عندي سؤال لا عشان ما ندخل في اشياء قانونيه وكذا ودي بس الخلاصه يعني انقد المحتوى هذه عاديه اي شخص. لما تطلع انت بسنابك وتكلم عن اي موضوع او تطرح فكره او تحط محتوى فانت الان انت وجهته للجمهور
اي بس ما في شيء اسمه ما في صوره تحط صوره الشخص اللي انت تنقده ما في انتهاك خصوصيه ولا تشهير اذا كانت الصوره موجوده باي وسيله من الوسائل إيه؟ جوجل يوتيوب ما ادري موجوده الصوره إيه؟ ما او هو منزلها طيب مثلا انتهكت الخصوصيه الى من جبتك صوره ما حد يريد ابو صالح انا عندي ملاحظه في نقض فتل احيانا انت تخالف الموجه يعني انا جاني ولد سميته الهلال كل الناس صاروا ضدي انت تطلع تقول لا يا اخوان عادي يسميه الهلال يهدي زوجته لكزس كمثال يعني كمثال ايه ففي حين ان الموجه كلها في انتقاد الفعل ايه؟ انا لاحظت اكثر مره ايه؟ في اشخاص مهما سووا انت تبرر لهم كان ابو صالح يبيهم يبي لا انهم يتواصلوا لا لا, لا لا شفت اللي بررت لهم يقول ايه؟ قبله ناقد محتواهم وعقبه ناقد محتواه اه يعني بس عاد يعني انا وجهه نظري يعني فكره التبرير هذه لا مو تبرير لا لا لا, لا انا اقول وجهه نظري بغض النظر والله ما ناظر شخص في ناس يقولوا لي ما اكون معكم صريح في ناس اكثر لي يقولوا لي انت ما عمرك نقدت قرب ابو حصه لانهم من حايل لانهم من قبيلتك قلت عطوني مقطع لقرب ابو حصه يستاهل النقد والله انقدها اما شيء بدون كذا ما يستاهل بس يروح يعني جيبوا لي صالح العمري جيبوا في انا ما تجنبته لانه خوي لا انا نقدت نفسي مرتين والمره الثانيه جلت صلخت نفسي صلخ بس ابو صالح في بس اني ما انظر للاشخاص ولا انا احط وجهه نظري كاي شخص ينقد هالموضوع من وجهه نظره ابو صالح نفس ما قال صالح انه بعض المرات ننتظر ابو صالح ينقد الموضوع هذا وكلنا خلاص الناس صاروا عارفين ابو صالح وش توجهه فهمت فجاه تعطينا انت لا العكس إيه. فهمت يعني نقول هنا ابو صالح نظر ايش بيسوي بابراهيم بسالفته ترى قليل فجاه تعزز لابراهيم لا قليل صارت انا اذكر يمكن مره ومرتين ودافعت عن اشخاص لاني شفت انا اذكر موضوع في اثنين هم او ثلاثه لانه الكلام اللي جاهم بالسوشيال ميديا تعدى المحتوى جاء الأشخاص هم تجريح إيه يعني مثلا صالح أنا أنقد محتوى صالح طيب سوى صالح حدث دخلوا الناس بشخصه بأهله عرفت هنا أنا أجي لا أخالف أقول لا يا جماعة ما تحصل ننقد محتوى وكذا لكن أموره الخاصة وشخصه ودينه هذه ما لنا دخل به يا سلام أيه. طيب في جانب ما تكلمنا عنه أبدا اللي هو أبو صالح في فترة من فترات وصل لمرحلة أنه يغني لشخصيات كبيرة ينشد ولا يغني ها؟ ينشد ولا يغني ينشد أو ينشد. يغني أنا أيه. أقصد يغني بما الصوت يعني, الغناء يعني أيه. أو الإنشاد اللي أنا جبت العيد أنا وبعدين فكنا الله الحمد لله لا 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 أنا ما أتكلم عن أتكلم عن الغناء بالمصطلح اللي هو الإنشاد أيه. أو ينشد لشخصيات معروفة أيه. أصحاب سمو ملكي نعم. شعراء كبار وكذا وفعلا كانت يعني مؤثرة وانتشرت بشكل كبير في العالم العربي كله مو بس في السعودية ايه أبو صالح في الفترة الأخيرة قلت هذه ايه يعني إيش التوجه فيها احنا نتكلم يا أخي الصوت. شوف أبو أقولك شيء أنا أشبه نفسي بلاعب الكورة لاعب الكورة إلى منه بدأ نشيط وأهداف ومعسكرات ايه. بس مع الأيام خلاص يبدأ يضعف زين الناس هاللاعب هذا طلع فيه لعيبه مثله وازيى منه عرفت فيبدا يضعف لا ما يعني يستبع له على نطاق ضيق يعني تشوف انه قل لياقه اي اللياقه لو جاك مثلا عرض كويس انه مثلا والله استديو جاهز ابي انا انزل بقناتي باليوتيوب في كم عمل نزلتهن ولهن ما شاء الله يعني فيه عملين في عمل اللي هو صياح النبات دخل شو اسمه الرائج المحتوى الرائج ما شاء الله باليوتيوب ما شاء الله ايه بس اني نزلتهم باسلوبي الاول بدون ايقاعات بدون موسيقى بدون خامات موسيقيه لكن ما هو ماني مستمر به احس يعني وصلت لمرحله اني فقدت الشغف يعني ايه طيب تقريبا اللي يشتاق لصوتك ابو صالح يسمع شيء اليوم اي طبعا يسمع طبعا يسمع طبعا لا يلا ابدا تستنى طيب عندنا كذا بس بيهيضونك من الكنترول يا ابو صالح يلا بيهيضونك كذا من الكنترول بصوت بعدين نسمع منك يا هي
يا دفتهم مني جواب يشترى مثل الوالو من عقود تنثارة ولا كشمس مستنيرة في الطاحة أم بك حال الناس يا هذا ترى من جدي سمت جدي في هذا وذا والمرجلة ما هي بورث تحجارة تلقى الجماعة من اسجرة وحدة مطبوعة صالح هذه ترند ترند الآن في وسائل التواصل بالذات في التيك توك. ايه صحيح. متى سجلت هذه؟ قديمة هذه. عجيب. ايه يمكن لها 10 سنوات تقريبا، أيام الألبومات. الله. ايه وكثر خيرهم يا أخي اللي بدأوا يستعيدون الحورنيات، آخر واحد حورنيات. ثمانية؟ لا ما وصلت ثمانية، سبعة وستة، والله ناسي الرقم. والله بس إنه يعني مثل هالأعمال هذه، هذه ترى كلمات الشاعر حمدان الشويعر. ونعم. اللي له يا صبي يستمع. أيوة. الله يغفر له ويرحمه. من من, من أشهر الشعراء. رحمة الله. وتفاجأت يعني كل ما تدخل. إلا ترند. شابين. كنت كثر خيرهم يا أخي. بس أبو صالح هذا دليل إنك في صراحة في مجال الشيلات وكذا سبقت العصر اللي حنا فيه الآن. الحمد لله. إيه والله مدك لي. الحمد لله. بس مشتاقين نسمع صوتك في اللايف. ترى ترى أول بقولك معلومة. شفت الآن إذا دخل الواحد ال. للاستوديو من المنشدين الحين يبدا ياخذ القصيده اذا هو يسجل شطر شطر اي تدري انه بنفس واحد عجيب والله العظيم ما شاء الله ما هو بس انا ما هو بس انا كل جيلنا اي ما في قلت باقف هنا اخذ شطر ومن يسمع ومن يكمل ما في البرنامج ما يعطيك فرصه لا في فرصه بس احنا كنا كانك على مسرح ايه عرفت ايه يعني انا شفت لي منشدين البيت يقسمه قسمين عشان يمسك التون عشان يمسك اللحن عرفت يا سلام المنشدين الاولين نطلع نفس واحد ونطلع على المسرح ساعتين ثلاث ساعات لايف يمزع الحلق اي والله ما شاء الله يا دفتهم مني جواب يشترى مثل الوالو من عقود تنثارى ولا كشمس مستنيرة في الضحى ام بك حال الناس يا هذا ترى الله لو تبي تكمل ايه كلمات صعبه ايه صعبه واللحن صعب من اللحن لحني انا لحنك ما شاء الله ما شاء الله من الشغف اللي فقدته بالشيرات ما عدت قادر الحن عجيب اي ايه والله اول وش القصيده يمكن تطلع عليها ثلاث اربع الحان هالحين والله العظيم اني ارجع بعض الاحيان للالحان القديمه ابو صالح يا الثناء اي والله احنا نبي نختم هالجلسه الطيبه الجميله والله ما نحب ان نختمها اعطونا الطيران نبي نختمها بصوت كذا من ابشر والله بس يا رب اني من حنجرتك الذهبيه ما شاء الله تبارك الله عشان ما اشتقت المسرح ابو قبل اشتقت ترى المسرح هو الحياه المسرح 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 هو الحياه الله اي والله وش تبون ايش اللي عندك الزين كل اللي عندك زين يلا والله وده لو فيه وقت كان طلبنا من الجمهور يختار بس عاد ان كان تبي سامريه ولا ان كان تبي اللي جاهز يا ابو صالح طيب حاضر كل شيء منك جميل الله يجمعها كل ما فيك جميل ويغني حد شارع طيب 11 والله اني ماني ما ادري ايش اجيب تبون من القديمات الناس يحبون القديم صح؟ ايه يلا ايه وشلونك انتم عساكم طيبين؟ هلا وغلا الله هذاك لا احنا نبي قصيده ايه شيء بالبر ولا شيء بالبر؟ ايه دام الاجواء زينه ايه صح ايه احسنت احسنت يا ولدي بارك ابني وش اخباره؟ ابني والله كلنا مشتاقين له قول قول ابني وش اسمه؟ صياح صياح ايه انا ادور هذه يلا صياح صياح هذه من المصور طالب صياح النبات مصور الله يعطيه العافية من مصر متابع له طيب على ما تطلع صالح في عندنا ابيات ليه؟ عند ابو خليل تعطينا الابيات ابو خليل؟ طيب انا عندي ابيات ولعل بعد الجمهور يعطونا كذا حاجات لابو صالح اسلم يقولها طبعا هذا احد من احد الجمهور ارسلوها بما ان اليوم خميس اي وباتسر جمعه ايش يقولون؟ فيعني قصيده عن النبي اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على محمد تقول طبعا القصيده من كلمات وئام عبده احد جمهور شبكه قنوات المجد وتقول كان الظلام مخيما ازمانا والجهل انبت في المدى اغصانا والناس بين مشرق ومغرب ولجهلهم قد قدسوا الأوثان حتى أتى نور الهداية أحمد فاستبشرت ببزوغه دنيانا هو رحمة الرحمن جل جلاله وإمامنا وحبيبنا وهدانا
لم يدخر جهدا لينقذ أمة من حر نار الله في أخرانا. إن الصلاة عليه غيث سابغ يروي بعذب زلاله الظمآن. سلامتكم. هذه طبعا منقولة من وئام عبده. هذه فازت معنا أمس وئام عبده وطلعت قصيدة. فازت اليوم الفوزة فيها هيضنا القريحة الشعرية عندها ما شاء الله كتبت هذا الوقت. بسم الله. اسلم يا أبو صالح. أحمد الله لو همومي كثير وقاسيات، لا ذكرت الله تجلت همومي كلها. أعلم إن الحل بيده ولا بيدي سوات، أبذل الأسباب بأمره وبدا حلاها. أترجى الله بلطفة وعطفة بالصلاة، حالف النفسي لغير الولي ما ذلاها. وشاقني مع فجة النور صياح النبات، بل في أظلي بلا قار من ندلاها. راح كبش مصلح الظن بالفيضة فوات، بيد من جنبيته باللوازم سلاها. علق الهرف وبان نار كبده والشوات، والكبيرة يوم فاحت بنته زلها. سلام سلام. ترى القصة القصيدة هذه دراما. في واحد من قبل لا قفلون، في واحد من الشياب عندنا في حايل أتابع أنا وهو نشرة الأخبار، فقال المذيع ما أدري شو يقول و ما هو أخبار، لا والله برنامج، قال وأنه يتصف هذا البرنامج بالشفافية. ويرايل قال وش الشفافية؟ قلت الشفافية يعني وضوح. جازت له زين. كل مجلس لو يقولون والله اليوم ما شاء الله مطر، قال من الشفافية. والله من الشفافية. طيب نستثمر وجودك أبو صالح، تسحب لنا من الهاشتاج اسمين. إيه؟ الاسم الاول بناخذه بيحصل على شلون شلون اطلع فوق اطلع فوق. أيوة. وثبت العكس العكس كذا. ايوه ثبت على الاسم اللي تبي. ايوه ثبت يمدينا نشارك بصراحه. الله عليك. طيب الاسم الاول بنت الدانه حصلت على ساعه كارديال. تستاهل. الاسم الثاني ابو صالح. إيه؟ نبي سلمك الله 500 ريال. 500 ريال. 500 ريال. جبتها قبل سنه. اي خذ راحك ابو صالح. شكرا. بسم الله. يلا بسم الله. بس. حامد اضغط. هذه. طيب. كاثرين تستاهل 500. ما شاء الله تبارك الله. والله حان الموعد. ابو صالح جهز كل صراحة يعني كنت ضيفا جميلا وخفيفا كظلك الدائم. الله يطول عمرك صراحة يعني ولك لك دائم في القلب مكان. يا بعد والله والله انتم عزيزين وغالين كأشخاص كلكم. وعبد الله وسعيد صالح ما اشوف علمك شيء. مو اشوف علمك شيء. مو تطلع من الحلقة وتقعد تنتقدنا ترى. الليلة الليلة اسمع اسمع الليلة نقضي فترة. ماذا قدم الشارع؟ اسمع 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 صالح ترى ندي للفندق وادي الغرفة. الله يستر. الله يستر. نكون اليوم في نقض فتل في شارع 11. أنا قبل لا أخذت بس أوجه تحية لجمهور المجد، جمهور عزيزي على قلبي. والله العظيم والله ما أقولها أني جيت هنا يعني مجامل، لا والله. ولكن إلى من صار بخطرهم علي شيء يمونون أبد. يمونون ويقولون اللي يبون. حبيب وغالي ويقول لك العتب من المحبة. الله يسلمك على السمع. نشوفكم على خير إن شاء الله. فاصل ثم نعود إليكم. الله شارع رقمه في العدد عشرة واحد زايدة.